السلام عليكم خوتي، وان شاء الله تكونوا بخير. بغيت نقول لكم باللي الطريق من تركيا لاوروبا راهي مليحه. من جهه تاع بلغاريا نسبه الحظوظ 80%، من جهه تاع اليونان متوزع راك 50-50. كابابل غير تقطع الواد يطيحوك، وكابابل تقدم. نعطيكم معلومات على الناس اللي تلاقيت بهم في هذا الشهر، في هذا 15 يوم، المغاربه وجزائريين ضربوا على اليونان، ربي كمل لهم، تمشوا يومين ثلاث ايام طيحوهم، فركتوا منهم جماعه. المهم نص تاع الجماعه راحت راهي في طريق اليونان، طيحوا منهم زوج جزائريين راهم هنا في اسطنبول، واحد تلاقيت به واحد مازال. المهم وطيحوا منهم ثاني واحد مغربي. طريق تاع بلغاريا خوتي ثاني راهي تفوت، واحد السيد في 17 يوم اللي كان معايا تلاقيت به وشديت له صوالحه، راه في 17 يوم اليوم وصل لفيينا وخلى لي ميساج وعيط لي وحكيت معاه، قال لي الطريق راهي مليحه على بلغاريا، وعطاني النقاط من صربيا حتى لهونغاريا حتى للنمسا. قال لك الطريق بلي راهي تفوت، قال لي ماشي كيما كامل راهم يهضروا ويقولوا الطريق والدرون والنيطو وهذه ولا وصعبوها. قال لي الطريق راهي مليحه. ثم جبت لكم هذا الخبر خوتي يعني اوفيسيال بلي الطريق راهي مليحه على بلغاريا. تجي لاسطنبول دير فيزا تاعك من البلاد، تجي لاسطنبول تشوف خطاف يديك الحدود، اضرب الشباك خويا وراك تخاتم من بلغاريا، وراك تتمشى بورغاز تقطع بالتيكي تاع بيس تقدم حتى صوفيا، من صوفيا تدخل صربيا، صربيا راك تمشى داخل بالترانات توصل للنقطة تاع المحمية تضرب خويا. قال لك الضربة راهي كاينة سهلة وكل شيء خويا. السيد هذا راه يضر، هذا ماشي صغير ولا انسان كبير، انسان ما شاء الله وانسان دير فيه كونفيونس. يعني غير ما نقدرش ندير لكم دي كابتور هنايا تاع الهضره اللي دارت بيني وبينه، وما نقدرش ثاني نحط لكم لي فوتو تاع الشبيبه اباري لان نجمت الموضي فيهم دروك شويه في المونتاج. خوتي الاعزاز، طريق على بلغاريا راهي مليحه، طريق على اليونان راهي مليحه. يعني انت وزهرك في اليونان طيحوكم ولا ما طيحوكمش، المهم كاين ناس يوميا راهي تريسكي، يوميا الناس راهي تقدم، كاين ناس راهم يفوتوا، كاين ناس راهم يطيحوهم واللي يطيحوهم، كاين ناس تفشل تعاود تولي للبلاد، كاين ناس تعاود اونجاجي وتعاود تقدم بالطريق. يعني خويا ما لازمك والو، البي راهم دايرين بروموسيون في البلاد، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبعد علينا العين وصاي وهذا الحزاد اللي يديروا تاع راك تحرض على الهجره وراك منا. هنا رانا ندوا معلومات لخوتنا، هذه هي الناس راهي تضرب الشباك، الناس راهي تطمونطا تحت سيمي فوكار في لي سيمي الداخل، الناس راهي دير كل الطرق باش راهم يهاجروا اوروبا. المهم انا ما نصحتكمش بالماء، راني نصح فيكم على البر. الناس راهي تفوت خوتي، نقولها ونعاودها، وراهم يتلاقوا بيا وراني شد لهم جوازاتهم باسبوراتهم راهم عندي، وهاد الناس راهم طريق راهم في اليونان، وكاين اللي راه في النمسا خويا، فهمت؟ يعني تديها معلومه من عندي اوفيسيال باللي الطريق راهي مليحه في هذا الصيف. كاين حاجه واحده اللي راهي دير المشاكل هي الناموس، كاع راهم يشكوا من الناموس. قال لك الناموس بزاف في الغابه والحمان، الحمان والناموس، ما تديش معاك الماء كيما تدي معاك الفليتوكس. هذه يا خوتي جبت لكم معلومات حصريه يعني على المباشر، واللي يبغى تيك توك راني نحط فيه لي فيديو، واللي يبغى الانستغرام مرحبا بكم في الانستغرام باش نعطيكم لي نوت شابين 2023 تاع الناس اللي وصلت بهم عندهم ما باشهر خوتي. صحاب اليوتيوب روحوا للانستغرام هواري فلوك، انستغرام تاعي جو دي بيان هواري فلوك، نعطيكم نقاط في سبيل الله، ما نبيعو لكم نقاط ما والو خويا. واللي بغى يجي اسطنبول مرحبا به، سي زهره خويا على بالي في البلاد ما نجبتولهاش 100 مليون و120 مليون باش تركب في السريع يا صاحبي. جبت لكم جديد جديد خويا جديد، بلغاريا تعيط خويا تنادي هاجر او غادر، هذه هي خويا. مرحبا بكم كاع حبابي، انستغرام تاعي هو ريفلوك، تيك توك هو لي المانيا، تكتب بالعربيه ولا تكتب هو ريفلوك ثاني يطلع لك، رانا نديروا قصره ورانا نمدوا معلومات لحبابنا. ايا السلام عليكم، اي معلومات نجي بارطاجيهم معكم حبابي لايف على السريع. ومادامك وصلت لهذه الدقيقه خلي جام خلي جام وخلي كومونتير خويا.